السلام عليكم مشتركيني الكرام، شلونكم؟ ان شاء الله يا ربي كلكم زينين. مشتركيني هاليوم سويت لكم وجبة عشاء سريعة وخرافية كثر ما طيبة، ومن مواد سهلة ومتوفرة بكل بيت. كان عندي خبز بايت فاستغليته وسويت هاي الأكلة من عنده. أي خبز يكون متوفر عندكم بالبيت، صمون أو خبز تنور، أي خبز كان يصلح أن تحضرين من عنده وجبة عشاء سريعة وسهلة وخرافية بنفس الوقت. فتعالوا وياي حتى تشوفون المواد المطلوبة وطريقة عمل هذه الأكلة الخرافية. المواد اللي أحتاجها لتحضير وصفتنا لهذا اليوم، عندي هنا هذا خبز بايت راح استخدمه واستغله بتحضير العشاء لهاليوم. احتاج 3 بيضات، بصلة واحدة، طماطة واحدة، فلفل قليل من الفلفل، معدنوس، احتاج شوية جبن، احتاج حليب. راح ابدي اول مرة احضر الخضروات. مثل ما تشوفون هنا قطعت البصل والفلفل والطماطة، راح اتركهم على جهة. اخذ الخبز واقطع الخبز مكعبات صغيرة. هاي بدال ما تذبون يعني الخبز البايت استغلوه بأكلة للعشاء او الغداء. تريدون تقطعوه بالسكينة او تريدون تفتتوه يعني تفتتوه بايديكم، هذا الشي يرجع لكم. اي خبز متوفر عندكم، خبز تنور، خبز لبناني، صمون، اي خبز متوفر عندكم كله يصير، يعني مو لا تتحددون الا بنوع واحد. خليت شوية زبدة بالمقلاة او اذا تريدون زيت او دهن اللي متوفر عندكم، لا يعني بالضبط نفس الشيء يعني مثل ما خليت الزبدة اللي متوفر بالمطبخ عندكم. راح اخلي اول شيء البصل، واقلب على النار. بعدها اضيف الفلفل، واقلبهم. بعدها اضيف الطماطة، اضيف لهم القليل من الملح والفلفل الاسود. واقلبهم. اخر شيء راح اخلي المعدنوس وارفعه من النار. اقلبه مع المعدنوس وارفعه من النار. بعدها اخذ البيض واخفقه اضيف له 3/4 كوب حليب. قلنا 3/4 كوب حليب اضيفه فوق البيض. اضيف ملح، فلفل اسود، واستمر بخفقهم، خلطهم مع بعض. اجيب الخبز افرغه فوقاتهم واخلطهم مع الخبز. اضيف الجبن والخضروات. واخلي المزيد من الدهن او الزبد بالمقلاة وارجعها على النار. راح ارجع المواد كلها على المقلاة. افرغ الخلطة كلها واخلي الحرارة وسط مو حرارة عالية، واتركها الى ان ما اشوفها تماسكت ومن يحمر الجهة السفلية منها راح اقلبها.
شوفوا بعد ما يعني تأكدت منها من جوا صار لونها استوت وصار لونها أخذت اللون الذهبي، أخلي صحن وأقلبه. شوفوا وراح أنزل نزلها بهذا الشكل بكل سهولة، قلبتها بسهولة بدون يعني أن تتكسر. بهاي الطريقة أفضل طريقة حتى نقلبها، وراح أنتظر عليها إلى أن ما أتأكد الجهة الأخرى أيضا استوت. أضغط عليها هالشكل همينة شوية، مثل ما تشوفون انتهيت من تحضير هذه الوجبة وقلبتها بالصحن نفس الطريقة اللي قلبت بها الأكلة على الوجه الآخر حتى تنضج. فهي هذه كانت وصفتي، وأتمنى تعجبكم الوصفة وتجربوها. وألف عافية مقدما، وأترككم بأمان الله إلى أن نلتقي فيديو آخر. شكرا جزيلا للمشاهدة.